إشاعته عنه، لأنه بالطبع هذا السر الذي ربما ما كشفناه في الحلقة الأولى لابد من كشفه الآن. هذه الأدعية التي وردت عن النبي وعن الآل عليهم السلام وخاصة الحديثة السجادية ليست مكتوبة في كتب ويقرؤونها، لا، هي هذه كانوا يرتجلونها، كانوا يقولونها عند كل مناسبة وفي كل وقت يناسب هذا الدعاء، فعند كل مناسبة كانت ترد هذه الأدعية. أصحابهم رضوان الله تعالى عليهم هذه الأدعية كانوا يحفظونها. ميزة الأصحاب زمان الحفظ، كثير من القصائد أو الأدعية كانت تحفظ، نقلت إلينا من خلال الصحيفة السابقة، هناك حفظ كل كتاب من اللازم أن يكون قد كتب هذا الأمر، أنها عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو حفيد إمامنا الدين صلوات الله عليه، وحتى عند الزيديين الذين هم من أحفاد إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هذه مطابقة، يعني هناك نسختان، هذه مطابقة لها لا تختلف منها بقرينة ولا بحرف. إذن معنى ذلك أن هذا الدعاء أو هذه الأدعية مجموعها كانت واردة عن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصحيفة العظيمة هي سلاحنا نحن في هذه الأيام، سلاحنا في كل مهمة وكل أمر مهم لابد أن يعني نلجأ إليها. الفرق صح، نقول يا فلان ادعو ما شئت، لكن عندما تعرف أن هذا الدعاء ورد عن المعصوم، وعندما تعرف أنه ورد عن إمامنا زين العابدين، وعندما تعرف أنه كان في هذا العصر المعروف عندنا بعصر الحصار وبعصر التطبيق على في العصور التي كانت بعد هذا الحاضر، هذه راح بيدنا وأمر عظيم لنا، لا بد أن نعرف أنه في أول ما كانت والجائحة التي كانت علينا أخيرا هذا النجاح، الدعاء الذي هو معروف بالطبع هو دعاء المهمات والمهمات في تعريفه، لكن نحن نقول دعاء من تحل فيها كما هو معروف إلى هذا الحق. يعني الصدق كل شيء لا حق، وأين الحق ونحن؟ وأنا أقول لكم واقعا هذا مجرب، حتى عندما كنا في أيدي أعدائنا أنتم يعني في اتحاد ربما في علاقاتكم مع المنظمات المهمات، وهذا